السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلبة الصف الخامس الابتدائي، أهلا بكم في قناة ماما وزياد التعليمية. النهاردة جايبة لكم كتاب الباهر في الرياضيات للصف الخامس الابتدائي، الفصل الدراسي الأول أو الترم الأول، المناهج الجديد. وطبعا زي ما وعدتكم وزي ما اتعودنا وزي كل مرة بقول نفس الكلام، سامحوني عشان كل مرة بقول نفس الكلام، عشان لو في ناس دلوقتي بتشوفني لأول مرة، أنا بنزل على القناة كل الكتب الخارجية، جميع المواد جميع الأنواع وشرح الدروس. أنا بنزل على القناة شرح الدروس يوميا، ادخلوا على القناة هتلاقوا كل الكتب الخارجية، جميع المواد جميع الانواع، سواء كان الباهر الماهر الاضواء سلاح التلميذ قطر الندى الشهر الشاطر سندباد بيت باي بيت جيم، كل كتب البني كل كتب اللي ممكن تتخيلوها هتلاقوها موجوده على القناه بجميع انواعها. الاضواء سواء كان عربي رياضه علوم دراسات انجليزي ماس ساينس تكنولوجيا المعلومات، كل الكتب موجوده على القناه بجميع انواعها، جميع المراحل الدراسيه من اول كي جي لحد سته ابتدائي كل الكتب موجوده. انا بنزل على القناه كتب عشان نقدر نقرر ايه هو احسن كتاب خارجي نشتريه. طبعا المنهج جديد ولسه كلنا بنتعرف عليه، مش عارفين شكل المنهج ايه، فاحنا بنشوف كل الكتب الخارجيه ونقارن منها بيها ايه هو كتاب احسن كتاب خارجي. ادخلوا دلوقتي هتلاقوا كل الكتب التانية موجوده، الرياضه والعربي والانجليزي والدراسات والماس والساينس. بمجرد ما بينزل اي كتاب بنزله على طول، واي جزء من الكتاب اي وحده اي صفحه من الكتاب بتنزل بنزلها على طول، وبعد كده بينزل الكتاب كامل بنزله كله. ادخلوا واتفرجوا على القناه، واهم حاجه اشتركوا في القناه، مش بس اشتراك، اعملوا تخصيص للجرس، عشان في ناس بتقول لي الكتب مش بتوصل لي، مش بتوصل لكم عشان انتوا بتعملوا اشتراك بس مش بتعملوا تخصيص للجرس. اسف اني طولت عليكم، اسيبكم مع الكتاب واتفرجوا عليه واعملوا لايك للفيديو، وزي ما بقول لكم اشتراك للقناه عشان يوصل لكم كل الدروس، ويا رب الكتاب يعجبكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، قناه ماما وزياد التعليميه.